دكتور غازي المدني، رئيس مجلس إدارة الصالون الثقافي العربي الدولي من القاهرة. إحنا عايزين نسأل حضرتك عن صدى زيارة محمد بن سلمان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، وصدى زيارته بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. يعني طبعا يعني هذه أول زيارة عندما تسلم منصب ولي العهد. وطبعا الزيارة كانت هو له 4 محطات الزيارة، فكانت طبعا المحطة الأولى اختار القاهرة للتشاور مع فخامة الرئيس السيسي فيما يتعلق بالملفات اللي يحملها حول الإرهاب والاقتصاد والسياسة. فالحقيقة يعني في تنسيق كبير بين المملكة وبين النفس، ويعني بنلاحظ مدى التطور اللي بيحدث فيه. وكما هذا في مكتب ينسق في العملية بين مصر والسعودية، سواء من ناحية الاستثمار والاقتصاد والسياسي. يعني كما نعرف أن جناحان مصر والسعودية جناحان في حل كثير من القضايا العربية إلى الآن، بتواجه تشرذم بين صفوفها. والحقيقة يعني نلاحظ إنه الزيارة تعتبر تاريخية، نقلة نوعية في العلاقات. وأتصور إنه الحقيقة الإرهاب هو الشغل الشاغل في مصر والسعودية، وهذا ملف يعني خطير كبير. فلذلك في تنسيق كبير جدا نادر، سواء من الناحيه اللوجستيه الاستخباراتيه او السياسيه. ففي مكتب استخبارات موجود بين البلدين للبحث المعلومات في تتبع الارهاب والارهابيين اين كانوا اين وقعوا لتشويش منابعهم. طبعا احنا نلاحظ انه هناك عده مشروع أو مشروعات اقتصادية. رجال الأعمال دول الآن زاروا مصر قبل الزيارة لعقد اتفاقيات استثمارية في بين مصر والسعودية. والحقيقة يعني نحن متفائلين إن شاء الله إنه حيكون الاستثمار في بين مصر والسعودية، استثمار بينية، التبادل التجاري، سيحقق نهضة اقتصادية ونهضة. يعني أنا أتصور كذلك في المشروع قضية الجسر، جسر الملك سلمان. يعني في الموضوع ده يعني قريبا إن شاء الله سيفتح المجال في عمليات زيارات متبادلة بين السعودية وبين مصر. وطبعا الاقتصاد حيتحسن، كثير من الثقافات مجموعة من العوامل اللي حتساعد على يعني التطور الاستراتيجي اللي حيحدث بين السعودية وبين مصر. أنا أتصور إنه قبل الزيارة دي عندما كانت هي المحطة الأولى حيحمل ملفات ولي العهد، حيحمل إلى الدول اللي يعني يذهب إليها، يطرح وجهات نظر مصر والسعودية حول قضية تشويه منابع الإرهاب، ومحاولة رأب الصدق بين الدول العربية يعني في خلافاتها مع بعض. وأتصور إنه يعني إن شاء الله حتكون قفزة كما أشرت آنفا في هذه الزيارة دي، مباركة سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، مباركة من الجميع. يعني نلاحظ إنه السياحة بدأت تنتعش في مصر، يعني كانت الشائعات زمان تشيع إنه في عدم استقرار الأمن في مصر والدنيا، وكانت طبعا هذه كلام الشائعات مؤامرة خارجية وداخلية. وقضي عليها الآن، يعني اللي بنلاحظ
الحكومة المصرية أو غيرها حدد أيام هذا لتسكين منابع الإرهاب وصد الإرهابية اللي فعلا نجح الجيش المصري بأن يقضي على 90% من الرحلة من الإرهاب في تركيا. وهذه يعني مجموعة من في فرقة واحدة بين شكرا لك.